السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم جميعا المشاهدين الكرام أينما كنتم. أجل في الله نهايتم هذه الاستماع، فنخبر الإخوة المشاركين أننا توقفنا عن النصائح الغذائية على هذه القناة. ربما بعض الإخوة ينتظرون نصائح غذائية على هذه القناة، فالنصائح الغذائية أصبحت على القناة الثانية دكتور فايت بلاتفورم. فالإخوة الذين يرغبون في كل ما يتعلق بالتغذية والصحة والنظام الغذائي أن ينتقلوا إلى القناة الثانية. العدد قليل، لكن هذه القناة الثانية خصصناها للنظام الغذائي يعني للميدان الغذائي وعلاقات الأغذية بالصحة، لتبقى هذه القناة كما يعني أخبرناكم للمواضيع العامة، لأن بعض الإخوة ربما ينتظرون الآن يكونوا ينتظرون نصائح غذائية. وبعض الإخوة كتبوا في التعليق بأنني لم أعد يعني أتكلم عن التغذية. لا، لازلنا ننشر يوميا على القناة الثانية، نحن ننشر تقريبا 2 فيديو في اليوم، يعني يوميا على القناة الثانية. والقناة الثانية إذا التحقتم بها ستجدون أننا نتكلم عن البقوليات، يعني أنهينا النشويات الآن نتكلم عن البقوليات. فالإخوة الذين يرغبون في هذه النصائح أن ينتقلوا إلى القناة الثانية وأن يشتركوا على القناة الثانية. ربما أضع الرابط يعني في أول تعليق إن شاء الله. فهذا تذكير فقط، هذه القناة سنناقش فيها مواضيع عامة، ونحن الآن نناقش مواضيع دينية وستكون مواضيع فلسفية كذلك وأدبية. ربما يعني نبدأ في شهر واحد شهر يناير إن شاء الله، نبدأ المواضيع هذه فكرية فلسفية إن شاء الله. هذه المواضيع الدينية نحن الآن بدأنا فقط، هذه الأسئلة التي طرحت أنا أجيب على هذه الأسئلة، لأن لا يقدرون على الجواب، لأن الجواب يرعبهم ويفزعهم ويزلزلهم. لماذا؟ لأن نقطة الضعف عند الكهنوت وهي الحرب التي بدأت مع علماء الكون من جابر بن حيان إلى ابن طفيل، هي هذه الحرب، أن نقطة الضعف أنهم لا يشغلون العقل ولذلك لا يقدرون على الفلسفة. فأنا أتيتهم من حيث لا يحتسبون، وأني ذلك طرحت الأسئلة. لماذا؟ لأن الفلسفة دائما سؤال، وهذا السؤال ويزعجهم. لماذا؟ لأن ليس لديهم الجواب. وأنتم رأيتم الآن من شهر اثنين سنة من شهر اثنين وهذه الأسئلة تطرح وهم يضحكون ويحتقرون عليها، لكن إلى حد الآن عاجزين عاجزين على الجواب عن هذه الأسئلة. لماذا؟ لأن إذا أجابوا عنها نهايتهم، إذا أجابوا عن هذه الأسئلة نهايتهم، وهم لا يريدون أن يجيبوا ليبقى الناس محنطين. ولذلك هذه الأسئلة الآن منها تكلمت بالدارجة حسن باش المغاربة الدارجة يحبون دارجتهم، كل البلدان تحب دارجتها. لماذا؟ لأنها هي لغة الأم. الإخوة في البلدان الشرقية بعض الكلمات فقط، ولكن أنا أفسر لكم ماذا تعني باللغة العربية. هادو أنا أردت أن يعني أن أسحب هذا القشاوش، لأن يعني عندهم قشاوش كيحاضروا بهم كيتكلموا بهم، مواضيع اللي كيملؤون بها المنابر، خطبة الجمعة ودفن الميت والعاققة واللقاءات والتجمعات، وحتى الكهنوتات اللي الآن الذين يحاضرون في الجامعات. أردت أن أسحب هذا القشاوش هذه لكي لا يبقى لهم موضوع، لأن يعني إذا سحبنا هذا القشاوش يعني الإخوان في البلدان الشرقية، القشاوش في المغرب هما لعاب الأطفال الصغار. وأنا يعني هذه المواضيع التي يتكلم بها الكهنوت سميتها القشاوش، هذا لعاب الأطفال الصغار، لأن الطفل الصغير إذا سحبت له اللعبة لا يعرف ماذا يعمل. ولذلك هذا القشاوش إلى أزلناهم إن شاء الله، فيعني هذا الكهنوت طبعا لن يقدر يعني أن يواجه الناس، ولذلك هم يريدون أن تبقى هذا القشاوش، هذه المواضيع يريدون أن تبقى، هذه الأوهام والخرافات والخزعبلات يريدوها أن تبقى، وهم الآن يبكون ويصيحون ويكفرون. يعني سنحذف هذه القشاوش، سنحذف هذه المواضيع لأن لا وجود لها، ولأنهم فزعوا الناس، ولأنهم حطموا أطفالنا بهذه الخرافات. ولذلك بدأت بهذه، ليس هناك مسيح دجال يفزعون أطفالنا ويدخلون أوهام في عقول أطفالنا، ليس هناك عذاب قبر، ولا زالت هناك بعض الأطفال والبنيات الآن بنيات تبكي لأنهم فزعوها من عذاب. ثم ليس هناك حجاب شرعي فرضه الله في القرآن، لا يوجد. ولذلك البنيات الآن بعض المعلمات يقول إلا ما غطيتي شعرك غادي يعلقك الله من الشعر فوق النار، ويرعبون البنيات، يرعبون البنيات. يعني ربما كيف ستحصل في الدراسة هذه البنية هذه؟ هذا الطفل هذه لن تحصل، غتكون عندها 0 على 20 يعني في الرياضيات. يفزعون الأطفال، لذلك قلت للأمهات انتبه، أم تنتبه للأطفال وتسأل. بعض الأمهات قالوا بأن ابني قالوا له الصراط المستقيم، يا سيدتي اذهبي إلى المدرسة، اذهبي إلى المدرسة والعني هذا الذي يعني فزع لك طفلك، ولا اذهبي إلى المحكمة سجلي دعوة. سنبقى هكذا؟ لا يمكن أن نبقى هكذا. هؤلاء أرعبوا الأطفال يا عباد الله، أرعبوا أطفالنا وإخواننا في الجالية في أوروبا وأمريكا.
لا تتركوا الأطفال يذهبوا عند الكهنوت في المسجد للدروس في المسجد، لن يستفيدوا وسيرعبهم، سيرعبهم هذا بوتامرت هذا، هذا بلحية هذا. فيعني انتبهوا، الله يجازيكم بخير. الأطفال أنتم في أوروبا وأمريكا وتخربون أطفالكم بهذا الكهنوت اللي عندكم لتنتم أطلاكم، يعني شرف الله قدركم. فأريد أن أسحب هذه المواضيع التي يملؤون بها، لا يجدون أي شيء يتكلمون فيه. ليس هناك عذاب قبر، انتهى، ولا يمكن أن يكون، من المستحيل أن يكون عذاب القبر. علما ليس هناك مسيح دجال، ومن المستحيل أن يظهر المسيح الدجال. ليس هناك مهدي لا منتظر، لا يوجد، وليس هناك صراط مستقيم كما يفسرونه، وليس هناك إذا البنية ما استرتش شعرها غادي يعلقها الله، لا توجد. فيعني أن يكفوا ألسنتهم على الناس، يعني هاد إذا سحبنا هاد هاد القشاوش هادو اللي كيتكلموا بها دائما وينتفخون بها على الناس، ماذا سيبقى لهم؟ لا شيء. ولذلك نحن نعمل بذكاء، وانا قلت بان فايد مهندس يعرف كيف يعني في المجتمع، انا يعني اعرف من اين ابدا، وغادي نخرجهم ان شاء الله من هذا. وكذلك منابر الجمعه، منابر الجمعه يجب ان تراقب، يعني منابر الجمعه الان فيها منكر، دائما نفس الخطبه تتعود، هذه 86,000 سنويه نفس الخطبه تتعود. كاين شي واحد يعني واحد الكسول ما يقدرش على خطبه الجمعه نهار الخميس مع المساء، يمشي يجبد شي خطبه الجمعه ديال 1986 ويعاود يجبد يكتبها ويقراها على الناس في المسجد. يعني كفى كفى، ماذا يعملون هؤلاء؟ ياكلون ويتغوطون وكيخطبوا عليكم في الجمعه. ماذا يعمل هذا الشخص؟ كيبيع الخضره، كيبني، كيسوق طاكسي، اش كيعمل؟ بارك في ثاني رجليه في المسجد، ونهار الجمعه كيجي يصبنك بخطبه الجمعه ديال 1960، ثم يمشي يعمر الكسكس. ما كفى، والله كفى، يعني وكفى كفى. فهذه المواضيع يجب ان نسحب لهم هذه المواضيع كي لا يبقى هناك أسمير. تصور الان ناس كبار في السن 50 سنه ويرتعد من عذاب القبر، هذا الشخص كيف يعيش عباد الله في هذه الحياه؟ من المستحيل أن يرعبنا الله في الحياة قبل الموت، لا يمكن يا عباد الله. الناس الآن كبار كبار، ناس كبار يرتعدون من عذاب القبر. ليس هناك عذاب قبر، لا يوجد، من المستحيل أن يكون عذاب قبر يا عباد الله. يضحكون عليكم. أنا قلت بأن الخطأ إذا دام قرن أصبح حقيقة. الناس لا تقدر الآن أن تمسح لهم الوهم من، لماذا؟ لأن منذ أن كان طفل صغير وهو يسمع هذه الخرافات، لما تقول له ليس هناك صراط مستقيم يصدم، يصدم، وردة الفعل أنه يسبك، أنت ملحد. جميع الأخوات الآن اللي ناقشوا مع أخوتهم ومع عائلتهم هذا الموضوع، كلهم لحدوهم، كلهم قال أنت ملحدة، كلهم، يعني قرأوا في التعليق. أي واحد حاول يناقش مع عائلته ولا مع أبوه ولا أمه ولا أخوه يناقش مع الموضوع، تقول أنت ملحد، بدون أن يشعر لأنه محنط، لأنه قفل، لأن العقل مقفل مغلق، لاكد العقل، لاكد يعني مغلق مغلوق. كيف يناقش معك هذا؟ يعني بماذا يناقش معك؟ سيد عاش 60 عام ويسمع الصراط المستقيم، في خاطب الجمعة الصراط المستقيم 60 عام وتسمعها، كيف أنت تجي تقول له الصراط المستقيم لا يوجد؟ 60 عام هو يسمع عذاب القبر ويرتعد من عذاب القبر، يرتعد من عذاب القبر، انت تقول ليس هناك عذاب القبر، كيف يصدقك هذا الشخص هذا وهو محنط؟ يعني كيف يصدق؟ لا يصدق. تقول ليس هناك مسيح دجال، لا يصدقك، يصدم. تقول له ليس هناك، الحجاب ليس فرض، الحجاب ليس فرض، التغلاف هذا الغلاف الأسود، أما لباس المرأة جاء في القرآن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هذا هو اللباس الشرعي. ثم الآن يفرضون وليس هناك حكم، حتى المرأة إذا أرادت أن لا ترتدي هذه ليس هناك حكم، وليس هناك شرع في حجاب المرأة أصلا، لا يوجد شرع في حجاب المرأة، سموه حجاب، ليس هناك حجاب. واحد قال لي كلمة حجاب جاءت، يعني وإذا سألتمونا فاسألوا من وراء حجابيه،
هذاك راه حاجز ماشي حجاب لابساه، كان حاجز ما بين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم والناس اللي باغيين يعطيوهم يطلبوا، باغي ما ياكل وباغي هذا. حين الناس يريدون ان يلفقوا ايات قرانيه لا علاقه لها بما يكذبون به على الناس، لا علاقه للايات القرانيه بما يكذبون به على الناس. فهذه المواضيع يجب ان تنتهي، الله يجزيكم بخير. عشنا يعني في الظلام وعشنا محنطين وكفى، والله كفى لنا الحق في هذه الحياة، ولا يرعبوننا بعذاب القبر وبالصراط المستقيم وبالمسيخ الدجال، هي كلها أشياء كلها، وياجوج وماجوج، يعني وياجوج وماجوج علينا، ربما غدا إن شاء الله نتكلم عليها. ماجوج ياجوج وماجوج ليست مخلوقات، ياجوج وماجوج ليست مخلوقات، حتى فعل آجة لا يوجد في اللغة العربية، ماجق يوجد، يوجد آجة لا يوجد، ياجوج وماجوج لا توجد، يعني فعل، فعل لا يوجد، هذه ليست مخلوقات، لأن الله يقول حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم كل حدب يومئذ نسيب، ياجوج فتحت ياجوج وماجوج ليسوا مخلوقات يا عباد الله، ما قال لك مخلوقات ياجوج مع مدنين كبار ويأكلون، ليست مخلوقات ياجوج وماجوج، ليست مخلوقات. يعني إن شاء الله ياجوج وماجوج نتكلم عنها غدا إن شاء الله، ثم نعود لخرافات قصة المعراج، المعراج ليس الإسراء، المعراج، تكلموا بتدقيق. هذه هذا 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 الإسهال اللي كتبوه لنا حول قصة المعراج سنتكلم فيه. الناس يؤمنون بالخرافة، لما تقول يدير لا هذا لا يوجد، يصدم، يصدم يقول لك ملحد، أول شيء يقول لك أنت ملحد. في الأخير يعني كيف نعمل؟ ولذلك يجب أن نسحب هذه المواضيع، يجب أن تتوقف هذه المواضيع، والكتب المدرسية يجب أن تسحب هذه المسائل من الكتب المدرسية، يجب أن تسحب لأنها ترعب الأطفال، لأنها ترعب الأطفال، لأنها ترعب الأطفال، يجب أن تسحب من المقرر. عذاب القبر والصراط المستقيم إذا كانت لانها يعني لا يعقل عباد الله ان نقعد نرعبوا في الاطفال ديالنا. الطفل عنده 6 سنوات تقول له كاين عذاب القبر وكاين ثعبان الاقرع وكاين نيران في القبر، لما يموت الميت ان هناك الروح والنفس والجسد والجسم، وعلي الروح لا علاقه لها بالحياه ولا بالموت، الروح هي المعلومات داتا، الروح هي المعلومات فقط، المعلومات التي تاتي الى الانسان، بحال الإنسان جهاز يعني ريسبشن، جهاز استقبال، أنت تستقبل الروح يوميا، لما تنام استقبال يتوقف، النفس تبقى، الروح هي المعلومات التي تستقبلها يوميا. سنتكلم عنها يعني لا تتسرعوا، سنتكلم عنها وسأتكلم عنها بطريقتي، لأن كاين إخوان سبقوني، لكن سأتكلم عنها بطريقتي، طريقة بسيطة وسهلة، ويعني يفهم الناس يحسوا بالمعنى. ما هي الروح؟ لا علاقة لها بالحياة ولا بالموت، الروح هي المعلومات داتا، هي المعلومات التي يتلقاها الإنسان، المعلومات التي يتلقاها الإنسان من الطاقة الكبرى ومن العلة الكبرى هي الله سبحانه وتعالى. النفس هي التي تتكلف بالحياة والموت، النفس هي التي تسكن الجسم، لأن الجسم يتكون من مادة ومن شيء لا مادي، من مادة خلقنا من تراب، ومن هذه النفس التي تسكن هذا الجسم، وهذه النفس تحاول أن تخرج من هذا الجسم أنها مسجونة فيه، لما يتوفى الشخص هذه النفس تخرج، ويعني سبحان الله يعني تتحرر وكأنها كانت في سجن، النفس مسجونة في الجسم، ولذلك تحاول أن تخرج في أقرب وقت. النفس هي التي يتوفاها الله، النفس يتوفاها الله معناه يخرجها من الجسم، لما تخرج من الجسم يصبح جثة، يصبح نفايات، نفايات يصبح خماج، دفنه في الأرض ولا حرقه ولا لوحه في البحر، لا يصلح لشيء. هذا من إكرامه أن الله علمنا ندفن الميت، لماذا؟ لأن في رائحة كريهة، ولأن رائحته لا تطاق، رائحة الإنسان لا تطاق، ولان يعني فيه منظر بشيع، والديدان، وهذيك الديدان عندها يعني حد الشعر طويل يعني لا تطاق، ولذلك الله سبحانه وتعالى امرنا ان نستر الميت في الارض، هذا هو اكرام الميت، نستره في الارض لكي لا يراه احد يتحلل،
ولا ديدان ولا أي شيء. وأنا لما كان أول ميت اللي هو ابن سيدنا آدم عليه السلام لما قتله أخوه، كان أول ميت في التاريخ، أول ميت هو ابن سيدنا آدم. بعث الله غرابين شي يعني يوريه كيف يدفن خوه، فهمتي؟ فبعثنا غرابين ليوريه كيف يواري سوءة أخيه، علمه كيف يدفن. قال يا ويلتي يا عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فدفن خوه. من ثم قالت سنة الدفن، الله علمنا الدفن الموتى، يعني نستر الميت، نستر الميت، هذه الجتة، هذه الجتة اللي ستتحلل تخرج منها غازات كريهة، ثم الأملاح المعدنية تعود إلى الأرض والنيتروجين يعود إلى الأرض على شكل نيترايت، وثاني أكسيد الكربون يطلع للهواء وستتحلل، وليس هناك نار في القبر ولا تعبان أقرع ولا عذاب ولا ملكان يقعدانك ولا أي شيء، ليس هناك نار في القبر. كيف تشتعل هذه النار في القبر؟ ليس هناك نار في القبر. لماذا عقول الناس محنطة؟ لماذا الناس لا يريدون أن، لماذا العاجين عند الناس كيف تكون نار في القبر، كيف تتعدى في القبر؟ النفس ذهبت، يعني النفسية المهمة، ليس الجسم، أصبح نفايات يعود إلى الأرض يتحلل يصبح عناصر كيماوية، يصبح كربون، ليس كربون، يصبح كالسيوم ومغنيسيوم وحديد ومنغنيس وزنك المعادن، ويصبح هذه الكربون إلى السماء ثاني أكسيد الكربون، والنيتروجين يصبح نيتريت، هو الذي يمتصه النبات، هو الذي يمتصه النبات لكي يصنع منه بروتينات ويصنع منه مواد أزوتية. ليس هناك عذاب قبر، هناك جثة ستتحلل، نفايات لا قيمة لها، لا تعذب ولا نيران ولا نكر ومنكر ولا أي شيء. فلماذا يفزعون الناس بعذاب القبر؟ لماذا؟ ما هذا المنكر؟ لماذا؟ فيعني سنرى، يعني سنرى بالتدقيق لما يعني أتكلم عن الروح وعن النفس وعن الجسد. عناصر الجسد ما هي؟ هذا الجسد اللي فيه 90 كيلو ما هو؟ هو كربون ونيتروجين وأملاح، كربون ونيتروجين وأملاح، عناصر المادة الحية، الكربون والنيتروجين CN والأملاح المعدنية، هذا هو خلق الإنسان. لما يتحلل يرجع كربون ونيتروجين وأملاح معدنية فقط، بمعنى أن المادة لا تفنى، المادة في الكون كونستانت لا تفنى، لا تزيد ولا تنقص، لكنها تغير الصورة، تنتقل من حيوان إلى نبات، ومن نبات إلى حيوان، ومن نبات إلى نبات، ومن حيوان إلى حيوان، الصورة تنتقل، لكن المادة لا تفنى، المادة لا تفنى، تبقى هي تدور في الكون. هذا الجسم يتكون من كربون وأزوت وأملاح معدنية، يرجع إلى الأرض تأخذه النبات، يأكل الحيوان، ثم هذا الحيوان لما يتحلل يعود إلى الأرض، ثم النبات يمتص هذه العناصر، ثم نحن نأكل النبات، ولما نتحلل حتى جثة الإنسان لو كانت فوق التراب يعني ستنبت نباتات، ستمتص هذا النيتروجين ديال الإنسان، ونيتروجين الإنسان سيصبح نبات، يعني المادة تتحول، يعني صورة تتغير، فقط صورة المادة تتغير، تكون مخلوق تصبح مخلوق. هذه هي العلوم، هذا يعني هكذا الله جعل الكون. ولذلك هذا الأربعة اللي تكلموا عليها الفلاسف، كل ما هي المادة والعلة والزمان والمكان، المادة والعلة والزمان والمكان، هذا مربع اللي كاينين. يعني هذا العلة هي، لا يمكن أن يكون الكون بدون علة، لا يمكن. نحن الآن نسمى المعلولات لأننا نرتبط بالعلة، والعلة هي الله سبحانه وتعالى، هو خالق الكون. والمادة هي المادة، ثم هذه المادة الزمان والمكان، هل لها بداية؟ لا. هل لها نهاية؟ لا. فقط، فلا أطيل عليكم في هذه الحلقة، ربما نبدأ الشهر يناير سنبدأ هذه الفلسفة إن شاء الله. لماذا؟ لأن بدون الفلسفة لا تفهم الدين، بدون الفلسفة لا تفهم الدين، أقولها مرتين. ولذلك علماء الحقيقيين كلهم كانوا فلاسفة، من جابر بن حيان حتى ابن طفيل، الخوارزمي، البيروني، الحسن بن الهيثم، ابن سينا، الفارابي، كلهم كانوا يعني علماء الكون، رياضيات، كلهم كانوا فلاسفة بدون استثناء.
ابن طفيل، ابن رشد، ابن النفيس، ابن زهر، ابن باجة، ابن البيطار، كلهم هذو يعني كلهم كانوا فلاسفة، علماء فلاسفة. لماذا؟ لأن بدون الفلسفة لا تفهم شيء في الكون، الكون لا تفهم فيه أي شيء. ثم أختم يعني بهذا السؤال، سؤال ليس بالسهل، أن هذه النيزا، هذه وكالة الفضاء الأمريكية، بدأت تكتشف أن هناك فراغ، لا زال هناك فراغ في الكون، وهذا هو الفراغ الذي اختلف فيه ابن رشد مع أبو حميد الغزالي. أبو حميد الغزالي يقول أن هناك فراغ، ابن رشد يقول ليس هناك فراغ، يسموه الخلاء في الفلسفة، يسمى الخلاء. أبو حميد الغزالي يقول هناك خلاء، وابن رشد يقول ليس هناك خلاء. يعني الفلاسفة كلهم يقول ليس هناك خلاء. لماذا ليس هناك خلاء؟ لماذا يكون خلاء؟ لأن الله لما يعني سوى الكون، سوى الكون في أحسن تقويم. يعني لماذا يترك خلاء؟ يعني شيء خاوي، يعني لماذا يتركه؟ الفلاسفة يقولوا لا، لأن الكون ممكن يتمدد، وممكن هذا الكون يعني يتزاد، يعني لا زال هناك خلاء، ليس هناك خلاء. لماذا؟ لأن هذه أزلية الكون، هذا هو المشكل. يعني أزلية الكون، من أين أتى الكون؟ إلى أين يسير؟ لا، هذا هو المشكل. ثم أختم بسؤال جيد، يعني علي نخليكم شوية تفكروا. يعني لما ستفنى الأرض، ستسوى، لأن الأرض ستسوى، ليس هناك جبال، ستكون ملساء مسطحة، لأن في سورة، في سورة طه، يسألونك عن الجبال يقول ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الأرض ستكون مستوية مسطحة ملساء، ليس فيها أي شيء. يعني هذه الأرض، يعني يوم تبدل الأرض غير الأرض، ولكن هذه الأرض قبل أن تسطح يجب أن تقع هناك شيء، لا تسطح هكذا. يجب على الجبال أن تردم، تردم الردم، إذا جاء وعد ربي جعله ردما وكان وعد ربي، يعني الردم هي لما تردم حفرة، يعني تسويها، يعني يجب أن تردم الجبال. كيف ستردم الجبال؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. الأرض ستخرج أثقالها على شكل براكين، وهذه الأثقال هي التي ستسوي الأرض، ستملأ هذه الفضاءات بين الجبال وبين، ومن هنا من جات حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج ومن كل أحد من يومئذ. هنا ينفصلوا ياجوج وماجوج، ليست مخلوقات. إن يوم تسوى الأرض نفهموا ياجوج وماجوج، ياجوج ما ستكون أشياء أخرى. يعني هنا هذه الأرض لما تسوى، يبعث الله الإنسان، ستبعث النفوس، ستبعث النفوس، يعني حسب الفلاسفة ستبعث النفوس، حسب هذو الكهنوت سنبعث بأجسادنا، يعني الروح، النفس ستعود للجسم ونبعث، غادي تقعد من الروضة ديال سيدي مبارك وغادي يمشي لها. فهذا لما نبعث جميعا، الصيحة الأولى والثانية، ونبعث جميعا، ويضع الله الميزان، هذا الحساب، ثم يذهب فريق إلى الجنة وفريق إلى النار. يعني انهينا، الله انتهى، سيتم ذلك يعني بسرعة. ها هم أصحاب الجنة، ها هم أصحاب النار، هذوك غادي يبقاو يتعذبوا، أصحاب الجنة غادي يبقاو يتمتعوا، سيتمتعون، سيكون هذا فوق الأرض، سيكون ثم ما مصير الكون لما ينهي الله سبحانه وتعالى هذا؟ هي ليست نهاية الكون، هي نهاية الأرض فقط. ما مصير الكون؟ ما مصير المجرات الأخرى والكواكب الأخرى؟ لأن نحن في مجرات تبانا فيها آلاف، فما مصير الكون كله؟ ما مصيره؟ كيف سيكون لما ينهي الله الحياة والأرض ونبعات ومشي الجنة والنار؟ شنو غيبقى ورانا؟ هل ستكون مخلوقات أخرى بعدنا؟ هل يعني هنا علينا، هنا فين يعني فين الفلاسفة يعني شقاو مع هذا السؤال؟ هذا شقاء كبير. ثم بعد، يعني بعد البعث ماذا سيكون؟ يعني سؤال كبير، يعني هذا يعني الحياة، يعني الكون سينتهي؟ لن ينتهي، الكون أزلي لا ينتهي. ففقط الإنسان في هذه الأرض هو الذي، الأرض ستبقى، ستبدل لكن ستبقى الأرض. السماء ستكشط، وإذا السماء كشطت ثم التوقيت الزمني، هل سيكون ليل ونهار؟ لن يكون ليل ونهار، لأن كيف سيكون؟
يعني كم طول نهار في الجنة، كم طول ليل سيكون ليل، لا لم يكن ليل ونهار، ما هو يعني. ولذلك الفلاسفة يعني على حق، لماذا لا نبعث بهذه الأجساد؟ هذه الأجساد لا نبعث بها لمن؟ هذه الأجساد خلقها الله لهذه الحياة في الدنيا، خلق لها الأكسجين في الهواء والأزوت والبروتينات والأملاح المعدنية تاع الماء والماء إلى آخره. هذه الأجساد خلق الله لهذه الحياة، هذه الأبعاد، الأبعاد الدنيوية اللي خلقنا الله. أما لما نكون يوم القيامة أبعاد أخرى، يجب أن تكون أجسام أخرى. هذه الأجسام شرف الله وقدركم وأكرمكم الله تأكل وتتغوط وتتعرق وتتوسخ وتمرض، يعني ويخرج منها قيح، ها؟ هذه في الدنيا، لأن هذا الجسد بهذا الشكل خلقه الله يحيا في الدنيا، ولذلك زوده بالمعدة والرئة والأمعاء والكلية وكل شيء، المخ إلى آخره والعظام وهذا والعضلات، ولكي العضلات والعظام ويتحرك ويبحث عن قوته ويزرع الأرض. هذه خلق الدنيا، هذا خلق أبعاد الدنيا. أما نبعث بنفس الجسم من المستحيل، علما غير مقبولة، يعني منطقا وعلما غير. لماذا؟ لأن سنكون بأبعاد أخرى، لأن هذا الجسم يتغوط ويأكل ويتبول، ولكن في الجنة ليس هناك تغوط ولا تبول، ولا حتى في جهنم كيف يتغوطون ويتبولون. يعني سنكون بأبعاد أخرى، سيكون خلق آخر، سينشئنا الله سبحانه وتعالى خلقا آخر، ربما لا يحتاج أكسجين ولا أكل ولا عنب ولا تفاح ولا أي شيء. نحن الآن نتكلم عن الجنة بأبعاد الدنيا، ولذلك هؤلاء الذين وصفوا الجنة كان عقلهم لا يرون إلا سنتيمتر، عقولهم محدودة، عقل فأر، يصف الجنة بأبعاد الدنيا. وهذا الجسم لن يكون بهذا الشكل، لماذا؟ لأن لا يمكن أن نحيا في الآخرة بنفس الجسم وبنفس المعطيات، لأن هذه أبعاد دنيوية ستنتهي، السماء ستكشط، الأرض ستسوى، يعني كل شيء سيموت، هذا بني الإنسان كلهم سيموتون، ثم يبعثون أنفس، يبعثون نفس وليس جسد، سنكون بشكل آخر. هل سنكون من مادة؟ هل سنحيا مثل الحياة الدنيوية؟ لا، لا يمكن، منطقا لا يمكن. هكذا يفهم الناس، لماذا؟ لأننا قلت بأن بدون الفلسفة الناس لا يفهمون الدين. الفلسفة تذهب بعيد، تتعمق في الأشياء، تذهب بعيد لتفهم الأمور. نحن لا نرى إلا سنتيمتر، سنموت، سندفن في القبر، وسنعذب، ثم سنخرج من روضة سيدي بارك، وسنمشي الأرض الميعاد، وغنوقفوا وغنتربعوا يدينا ونتسناو الله يحاسبنا، وغادي يبدا يعيط علينا كل واحد بالكتاب ديالو، هاك قرا كتابك، اي دوز لهاد جيه وانت دوز لهاد جيه. لا، ليس هكذا، هذه أبعاد دنيوية. لما سنبعث، سنبعث بالأبعاد الأخروية، أبعاد الآخرة التي لا نعلمها، إنما سنبعث بهذا الجسم لا يمكن، لأن هذا الجسم يشرب الماء ويأكل ويتغوط ويتبول ويعني ويمرض وكذا. ما الجسم في الآخرة لا ما يصيب ولا مرض ولا شيء، لا نحتاج عليه، لا نحتاج أصلا أكل. لماذا؟ لأن الخلود، حياة الخلود، لماذا نأكل؟ فيعني هكذا يفهم الناس ديننا. أعطيت مثل بسيط لكي يرى الناس يعني نظرة واسعة بالأشياء، وليس يبقى بحال هذا الكهنوت لا يرى إلا سنتيمتر. الله جسده، الله سبحانه وتعالى جسدوه، داروا لي عينين ورجلين وظل وبارك على الكرسي، جسدوه. ويدرسون في الشريعة صفات الله وأسماء الله الحسنى، الذات الإلهية، يدرسون الذات الإلهية. شوف عاشوا فين مشاو، شو عاشوا، شو العقول عباد الله فين مشات. الله جسدوه، ردوا عدوا عين ويد ورجل، وهذا وعطاه الصفات، أعطاه الصفات. يعني ويقولون بأن صفاته ليست كصفات البشر، لما يستوي على العرش فهو ليس استواء الإنسان. يودي يقول أنا ما فاهمش عباد الله، قول راك عندك العجينة وما فاهمش وسكتنا عليك، أتبقاش تفلسف علينا. الجلوس ليس كالجلوس، والاستواء ليس كالاستواء، والعرش ليس كالعرش، ما هذا الكلام الفضفاض، ما هذا الجهل هذا؟ يعني سبحان الله، والله لماذا جاءت كلمتين في هذه؟ هي الكرسي والعرش، ما الفرق بين الكرسي والعرش؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض،
يعني ثم هذه آية الكرسي ماذا فيها؟ ولا يحيطون وسع كل شيء، لا يحيطون بعلمه، لا يحيطون بعلمه شيئا إلا بما شاء. شيء بسيط هو اللي كيعطيك الله العلم، يعطيك باش تعيش، هو الروح. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. كيف هما كرسي وسع السماوات والأرض؟ والناس تقول لك كيف الناس، سبحان الله، كيف هذه الناس يجسدوا الله، كيف علاش يعني في هذه في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وهذه كيقول لك وسع كرسيه السماوات والأرض. ولذلك قلت للشباب يجب أن تقرأ القرآن قراءة متكاملة وقراءة علمية، أن تتتبع المعلومات، لأن النفس، الأنفس ليس هي النفوس، الأنفس ليس هي النفوس، والقرآن جاءت النفوس والأنفس، يعني وهذه يعني شوف الروح دائما، الروح يتبعها أمر، الروح ديما معها أمر، لأنها أمر، لأنها مساج، لأنها رسائل مشفرة، لأنها علم، لأنها هي نحن جهاز استقبال، نستقبل الروح، الروح هي العلم. فهذه الأمور سنتكلم عنها، لكن أنا الآن فتحت أسئلة أخرى لا يقدر عليها، ولكن سنعقد لهم الأمر، لأنهم لا يقدرون على الفلسفة، إن عقولهم متوقفة، لاكد أوف. وهذه نقطة الضعف عند الكهنوت، لا يشغل العقل، يعني هذه لما ينتهي تنتهي الحياة على الأرض ونحاسب وندخل الجنة والنار، ما مصير الكون بعدنا؟ بعدنا ما مصير الكون؟ هل سينتهي أم سيبقى؟ ولذلك تكلم الفلاسفة عن أزلية الكون. أزلية الكون موضوع صعب جدا، يعني أنا قلت بأن شقاو معاه الفلاسفة. فهذا المسائل التي نتكلم عنها، ولذلك قلت يعني منطقا وعقلا وعلما من المستحيل يكون عذاب القبر. هذه جزئيات لا تساوي شيء في ملك الله سبحانه وتعالى، أنه يرسل لك ملكين يعذبك في القبر، يقعدانك ويقول لك من ربك ويضربك، هذه مسائل خرافية. توفيتي النفس ديالك مشات، الجسم ديالك سيتحلل، أصبح نفايات، نقطة. لماذا يفزعون الناس عباد الله؟ لماذا يفزعون الناس؟ سبحان الله، وتحول سنرى تحول المادة أنها تتحول وتدور، ترجع تتحول هذه المادة، تتحول هذه المادة وتدور. يعني هي أنا قلت بأن المادة لا تفنى لكن تأخذ صورة أخرى، فإن شاء الله سنتكلم عن هذه المسائل هذه. أنا قلت بأننا سنبدأ دروس أخرى، ولذلك هذه القناة هذه خصصناها لمواضيع ستكون مواضيع كبيرة وليس أسئلة قوية، ومواضيع كبيرة، لأن الناس يظنون بأننا يعني تكلمنا، لم نتكلم، نحن طرحنا أسئلة، وهذه الأسئلة نوضحها للناس لكي ينزعوا هذه الخرافات وهذا الوهم من 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 من, من أدمغتهم، ثم يعني نواصل لكي يفهم الناس بأن هذا الدين، الناس كلهم يقولون الدين يسر، ولكن لا يفهمون أنه يسر. كيف الناس يقول لك عذاب القبر وتقول الدين يسر؟ هذا ليس دين اليسر. كيف يجي يعذبك في الصراط المستقيم، يخوفك الآن، يرعبك في الصراط المستقيم وانت لا زلت على قيد الحياة، ويقول لك الدين يسر؟ هذا ليس الدين يسر. كيف يقول المرأة إذا خرجت يعني هذه بشعرها عريان تلعنها الملائكة، ولا تقول لها إنها من تدخل جهنم، ماشي هذا، هذا ليس دين يسر. لا، نريده أن يكون دين يسر حقا، على هذا الدين والله سيحبه الناس، جميع من على الأفق سيحبون هذا الدين، لأنه دين سهل ويسر، ودين الرحمة، ودين المنطق، ودين العقل، ودين هذه الأخلاق، وفي كل شيء، لكن جردوه من جوهره وجابوا لنا القشور، قشور الدين، خلاوا الجوهر وجابوا لنا قشور الدين، جابوا لنا الشعار في الوجه وخلاوا أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، جابوا غير اللحية ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، جابوا شعر الرسول وخلاوا الأخلاق، وجابوا لنا غلاف المرأة وخلاوا العفة، تركوا العفة، يعني وانظروا، هذا يعني هذا هو مشكلنا. فإن شاء الله سنواصل، وتحية طيبة لكم جميعا.